هذا عقاب من يعادي الأمير عبيد الله بن زياد ويعاضد الحسين بن علي. سيصلب حنظلة بن مروة الهمداني، سيصلب هنا ليكون عبرة لأهل الكوفة. حرارة الشمس ستجهد قدماه عن حمله، وسيكون في ذلك حتفه وقتله. عندها سيبقى جسمه معلقا 3 أيام ويقتتل على جسده النمل والدود، ليرى الجميع بطش الأمير بمن تمرد على حكمه. لكنه سيكون عطوفاً وسخياً مع من يشي بأصحاب الحسين، ويأتيه بأخبارهم ويحصل على مكافأة عظيمة. طاعة الأمير عبيد الله بن زياد هي طاعة الخليفة. أوقفوهم، لا يفلتن من أيديكم. أوقفوهم، اضربوا عليهم. أنت ورجالك لم تتمكنوا من 3 أفراد؟ كنت أريد موت حنظلة ولا نجاة لك بعد هروبه. لو أمهلني الأمير. كنت أريد القبض على حنظلة وذلكم 3 المتنكرين. سمعاً وطاعة. غداً وقبل شروق الشمس عليك إحضارهم إلى القصر. مولاي، لقد جرح أحدهم، أنا الذي رميته بسهم، إنه لا يستطيع الفرار من قبضتي.
ورأيي فيك كما سمعته من قبل. أيها الأمير، ألم أثبت لك وفائي وطاعتي؟ ألم أفعل؟ بلى، وقد فعلت أيها الثعلب الماكر. فأنت عمرو بن الحجاج الزبيدي الذي غدر بصهره هانئ بن عروة فأوقعه مع مسلم بن عقيل في قبضتنا. ولا جرم أنك تعلم أن الكوفة لم تعد مدينة لهو واستمتاع، إنها معقل وحوش. إن كنت فيهم سبعا اتبعوك، وإن لنت لهم نهشوا أحشاءك بأسنانهم. جئت لأكون فيهم مفترسا، ولن أطيق منكم إفلات فريسة أبدا. الآن اذهب، ولا تعودن إلا بمن فروا من يدك. سمعا يا مولاي. أين ابن عمك حنظلة؟ ألا تدري؟ والله لا أدري. خذوه إلى قصر الإمارة ليبوح هناك بما لدي. تحرك! تحرك يا حيوان! تحرك! أسرع! تحرك بسرعة! تحرك! تحرك! توقفوا! ثلاث نساء وليس من رجل يحميهن؟ من أين أتيتن وإلى أين تذهب؟ وإلى أين تحمل الولود يا ابن الحجاج؟ ألي غير القابلة؟ أسماء، زوجة صاحب العزيز الحازم بن قيس، أنصح بالحيطة والحذر. هل باتت الكوفة مرعبة إلى هذا الحد؟ لا لا لا، فلتقر عيونكن، فنحن حماة مدينتكن. هيا. توقفوا. إننا نبحث عن ثلاثة فرسان تنكروا بالسواد وفروا من الكوفة، هل رأيتموهم؟ ثلاثة فرسان يرتدون السواد؟
نعم نعم، قد عبروا النهر وقصدوا البادية. ألم الطلق قد تال، علينا الذهاب، هيا بنا. تحركوا. هاي تحرك. هيا تحركي حيواني. ماذا أصاب معلم القرآن في الكوفة ليقبع في داره كالأرملة دون اكتراث بما يجري في مدينته؟ أي نازلة ستصيب أهل الكوفة ليكون عبد الرحمن جليس داره مستأنسا عجزه؟ هل هجرت الشهامة رجال هذه الديار؟ في الفتن تحجب الأبصار عن تميز الحق. إنني أنتظر جلاء غبرة هذه الفتنة. إذا عرفت الحق عرفت أهله يا عبد الرحمن. أتنكر الشمس في رابعة النهار؟ هو ما عساي أن أفعل. أمتشق سيفي وأحارب جند ابن مرجانة لوحدي؟ أما رأيت ما فعلوه بمسلم ابن عقيل وهاني ابن عروة؟ لقد استطاب الناس ولاية الطغاة وبريق الأصفر والأبيض. فاستحوذ عليهم الشيطان. مكر المكرة لم يبق لنا حولا ولا قوة. إن وقعت الفتنة هل علينا التسليم لها والسكوت؟ توالت الفتن على الكوفة حتى استذلتها. القنوط كبيرة من الكبائر يا عبد الرحمن، لا يوصد الله بابا حتى يفتح ألف باب. إن تبصر العباد في شؤونهم. الفتنة أعمت قلوب أهل الكوفة. اسقي الفرس يا عبد الرحمن قبل أن تنسيك الفتنة حتى دخول إسطبل بيتك. طعن لسانك أشد من طعن الحسام. عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، يا صاحبي حنظلة. ما الذي أتى بك إلى هنا؟ أولم يأمر عبيد الله بصلبك أمام الملأ؟ ما الذي جاء بك إلى بيتي وكيف؟ نعم، ما كنت لأنجو لولا نصرتك ومؤازرة إخوتك. أفصح في قولك يا ابن الكرام، كيف نزلت هذا المكان؟ أولم تكن أنت عما تتحدث؟ عن الفرسان الثلاثة الذين تنكروا بالسواد واستنقذوني بأسيافهم ونبالهم من ابن الحجاج. ألم يقتفوا أثرك يا حنظلة؟ لا أدري. ابق مكانك، اختبئ، اختبئ لأرى من يكون. ماذا وراءك يا حازم؟ لقد هرب حنظلة. ماذا تقول يا رجل؟ حنظلة هارب وأنت لا تعلم؟ رجال عبيد الله يصولون ويجولون في أزقة وبيوت الكوفة بحثا عن. كيف تغفل عن هذا؟ أفلا تبصر ما يدور من حولك؟ حنظلة نجا بنفسه، لكنه اقتدح نارا ستشب في بيتك وبيتي. لا تبقي ولا تذر.
قل لي ماذا نفعل؟ وما هي الجريرة التي سنؤخذ بها؟ جريرتنا؟ ولم نكن أنا وأنت والهمداني في جيش علي يوم صفين؟ هذا أمر يعود إلى سنين خلت يا رجل. ما أضعف بصيرتك في قومك يا عبد الرحمن. لن يقول أهل الكوفة إن الحازم دخل جيش علي في صفين طمعا بما سيغنم، وأن عبد الرحمن كان صبيا يوم ذاك وسقاء لم يمسك سيفا بيمينه، بل سيقولون إنهما رافقا مروة الهمداني في نصرة علي على بني أمية. يا عبد الرحمن، يعلم القاصي والداني أن مروة قد أوصانا برعاية عياله وولده الوحيد حنظلة. ألا يكفيهم هذا القول أن عبد الرحمن والحازم أنقذا حنظلة من الهلاك؟ وصية مروة، ما أسرع نسياننا لأخينا، وما أقرب أن ننسى أنفسنا يا حازم. لا تهذي هذا علينا بتدبر الأمر. ابن الحجاج وعتاته يحرثون أرض الكوفة بحوافر خيلهم كالمجانين في طلب حنظل، ولن يكفوا إلا بالظفر به. اصغي إلي يا حازم. اصغي أنت إلي يا صاحبي. إن وصل إليك مبعوث من ابن زياد، أحسن استقباله بوجه مستبشر. حسناً، عد إلى بيتك ولتطمئن. ليته مات في ساعته وأراحنا من همه ومن وصية أبيه. الحسس يبحثون في كل مكان. اسحبوا. أليس هذا ابنك مروان؟ هذا لن ينفعنا، إنه منهم وأنا لا أثق به. إن بيعت الأرواح للشيطان يبيع الولد أباه لمثل عبيد الله بن زياد. اذهب يا حازم، انصرف. اسحبكم. عليك بالصبر يا هانية، هذا المرهم سيعالجك. الويل لنا، ستزول النعمة وتحل النقمة. تعالي يا أسماء، أين أنت؟ قد حدث ما تهتز له أركان بيتنا ويبدد عيشنا. الكوفة مدينة الفتن والدواهي، وقد كانت لك ضرعا حلوبا على الدوام. هل أصابها ما لم يصبك منه نفعا؟ أنسيت وصية مروة الهمداني؟
الكل يوصون لأصحابهم بالديباج والحلل، وهو قد ترك لي متاعب ولده حنظلة. لا أدري ماذا أفعل كي لا يرميني عبيد الله بتخليص حنظلة. من لم يراعي محمدا وعليا فيما أوصيا به لا يرتجى منه خيرا في وصية جاره مروى الهمداني. إذا دع عنك القلق والاضطراب. كفي عني لسانك، كيف كان لي سد رمق أبنائي برعاية محمد فيما أوصى؟ خذ حصيلة ما ملأت به بطون أبنائك. ما يفعله مروان في النهار يمطرك بلعائن الناس في الليل. ألا يمكنك ترويض لسانك اللاذع والتعايش مع أبنائي؟ أسمع، لا تكوني كالجموح التي تصهل كل نهار بصهيل النكر. اسمعي، أغلقي باب الدار ولا تفتحيه لأحد، وبالأخص لهانية زوجة حنظلة. أخشى أن يشي جواسيس عبيد الله بترددها على دارنا فيرموننا بالتواطؤ مع زوجها. يا أسماء فلتطمئن، سيفوتك الوقت. عجل لتظفر بما تملأ به بطون أبنائك. ما الخطب؟ سيصلب حنظلة في حي بني فتيان يا أسماء، وإن لم نعجل سيقتله عمرو بن الحجاج الزبيدي قبل غروب الشمس. ألا لعنة الله عليه، إذ كان في الأمس يبعث بالكتب إلى الحسين واليوم يشهر سيفه في وجه أصحابه. هكذا عرف الدهر بأمثاله وأشباهه، قوم وشجت أصولهم على الغدر، يبيتون ليلهم على وعد ويبدأون نهارهم بنقد. هذا الدني كان مع شبث بن ربعي آخر من كتب للحسين، وهم الآن أول من ركز على الغدر ونقض العهود. فلنفعل شيئا قبل فوات الأوان. هوني عليك، تريثي قليلا. حنظلة هو الخيار الأفضل. عما تتحدثين؟ يجب أن يحمل كتابنا إلى الحسين بن علي. حنظلة سوف يصلب، عليه أن ينطلق فور إنقاذه، فسيعجلون بقتله إن ظفروا به. أفصح عما يدور في خلدك. اكتبي للحسين ما يجب أن يعرفه عن الكوفة. إلى أين؟ ألا تريدين النجاة لزوجك؟ سأعد عدة القتال، واذهبي أنت حتى آتيك. ابتعد يا هذا، قلت ابتعد. حسن تفضل يا مولاي، تفضل. منذ أيام وأنت لا تسأل عنا يا عبيد. وعكت نصابة أمي وأنا أطببها. أصبحت ذا سبق في مباراة الرماية يا رجل. لم أعد مكترثا باللعب والتسابق. بالمال الذي ارتبيته من كرم أبيك أوجدت لنفسي عملاً أطلب فيه الرزق ولا شأن لي بأحد.
نعم أعلم هذا، حتى أنك بدأت تنسى ما عليك من خراج، أليس كذلك يا عبيد؟ سأدفع عما قريب، فقد دفعت قبل أيام لأبيك ولا أملك الآن مالا. لا تملك مالا، لا تملك مالا. لا يملك مالا. ما تدفعه لأبي هو شأن بينكما. سأخذك إلى الأمير لينظر في أمرك يا عبيد. لماذا؟ أنا لا أتنصل عن دفع الخراج. خذوه، قلت خذوه. أمهلني أياما يا مروان. تحرك، مروان ارحمني يا مروان. ما هذا الذي تفعله يا فتى؟ إن حبست عبيدا فمن ذا الذي سيعيد لي أموالي مضاعفة؟ هذا ما يميزني عنك يا أبي، أنت لازمت الأراذل والأوباش وطمعت بالفتاة الذي تنتزعه من قصاعهم، وأنا أشارك الأمراء في موائدهم، وابن زياد يجود علي من خزانة الكوفة. قبح وجهك، ويحك من عاقل لئيم يا مروان. احفظ حرمتي تحفظ حرمتك. هيا بنا مروان. لم أنتهي بعد، لي كلام معك. كيف أصبحت هانية؟ بحال أفضل. هل عالجت جرحها؟ وضعت عليه مرهما. خشيت عليها. مما؟ هانية، قل نزفها. لن تكون في أمان هنا. أخشى عليها، أخشى عليها من أن يفطن حازم لمخبئها في بيته. وهذا ما يقض مضجعي. كان هذا خيارنا الوحيد، لم نستطع أخذها إلى مكان آخر. ليتنا أخذناها إلى بيتنا من الطريق القديمة. أما رأيت عمرو بن الحجاج وكلابه وقد سدوا الطريق علينا؟ اهدئي يا عزيزتي، اهدئي. أرى أن نخفيها في سواد النخيل عبر الطريق السرية لبيتنا ليلا. نعم الرأي، سننتظر حلول الظلام، وهكذا ستكون بمنأى عن غدر الغدرة. هم أنفسهم الذين غدروا بابن بنت نبيهم ونقضوا بيعته. أتذكرين يا أسماء؟ انظري إلى السماء، إنها حبلى بالحوادث. كتبوا له أن أقدم، فلما أجابهم تخاذلوا عنه. أي حجة؟ الذين يبيعون آخرتهم بدنياهم لا تلزمهم حجة ولا يحفظون حرمة، ومواثيقهم أوهن من بيت العنكبوت. أخشى أن يكون في ذلك تعرضاً إلى التهلكة وكشفاً لأمرنا إلى الأعداء. تفاءلي بالخير، ما نفعله عجز عن فعله الرجال. سنكتب إلى سبط رسول الله كتب النصرة والمؤازرة. سنكتب في ذيلها أسماء رجال، كتب نسوة خاب ظنهن بهمة الرجال. ولعمري إن كتبنا إن وصلت سيعلم الحسين أنها كتب صدق ووفاء، ومن مرسلها سيكون هذا سراً بيننا نحن الثلاث. وماذا إن أفشي سرنا؟ ومن ستكون الفاعلة؟ هل ترين فينا غادرة؟ هذا زمن سيادة الغدرة، أخشى أن يذكي فعلنا نار الفتنة. لا تكوني كالحرباء تختار لنفسها لوناً كل ساعة. علينا أن نعجل في اختيار رسول ينطلق برسائلنا. أرى أن نبعثها مع عبد الرحمن. كلا،
عيون ابن زياد لا تفارقه، والأفضل ألا نخبر أزواجنا. لن أخفي هذا الأمر عن حنظلة، إنه سيؤازرني عليه ويستأنس بالموت دونه. علينا بأخذ جانب الحيطة والحذر، سنلتقي عما قريب لنفترق قبل أن ترصدنا عيونهم. أين حنظلة؟ اهدأ يا أخته، سيكون بخير إن شاء الله. لابد أنه غادر الكوفة، فلو كان غير هذا لسك المنادون أسمع الكوفة بنبأه. نعم إنها لصادقة، إن ظفروا به سيعجلون بإذاعة نبأه. عاتكة حنظلة، حنظلة، الحازم ليس ممن يوثق بهم، الزم مكانك حتى مغيب الشمس يا أخي. حسنا، جزاك الله خيرا، سأعود إليك. بين كل حجر وشجر، إننا نتنو من حنظلة، لا تفوتنكم زاوية، يجب أن نقبض عليه، فتشوا عنه في كل مكان. ماذا ترى يا هذا؟ أهو مختبئ داخل الكوفة أم خارجها؟ لقد أفلحنا في أن نضرب بالعمى عيون أهل الكوفة، ولكن لن أرضى لرجال القبول بهذا الداء. مولاي، مولاي، لقد عثرنا بين النخيل على الفرس التي هرب عليها حنظلة. أترى؟ نبعث به ليأتينا بالفارس فيأتينا بنبأ عن الفرس. أغرب، لن نفوت نخلة إلا وبحثنا أطرافها، اجتزنا البادية لكننا لم نعثر على أثر لحنظلة. لا أدري كيف استطاع اجتياز كل هذه المسافة. وكيف انتهى بك الأمر إلى بستاني؟ لست ممن يطلب الفسحة في هذه الأيام، ولم تعد تقصدني. لم أطلب الفسحة، طالب الفسحة يلزمه قلب مطمئن، وهذا ما أفقده، أريد التحدث إليك. إذن فاسترح إلى جانبي يا عمر، وسأصغي إليك حرفا بحرف. لا يخفى على أحد أنك وصي والد حنظلة، وقد عاهدتماه أنت وعبد الرحمن على رعاية ولده ساعة احتضاره.
حسنا، لستم ما يعينه على الهروب، وهو يعلم أنني أمقته. لو ضاقت كل السبل بحنظلة لابد له من قصد من تعهد لأبيه برعايته، ولعلهم سيوفون بعهودهم له. إن كان ولا بد فعليك بعبد الرحمن، فهو للوفاء أجدر. يعلم حنظلة بأني لن أفي لأبيه أبدا، لأنني قد قضمت ومضغت وصية أبيه عندما كبدت الجوع. إنني قانع بما أكسبه من الربح. عبد الرحمن صديقك وجارك يا حازم، وهو يحمل رسائل الناس ويقضي جل أيامه في البراري، فإن لم يعثر عليه حنظل سيقصدك أنت. عندها يستحسن منك، بل الأجدر بك يا حازم، أن تعجل في إخباري، فأنا أخشى عليك من بطش الأمير ابن زياد، وإن أصابك بطشه لن أفلح في نجدتك. سأفعل ولن أتردد يا عمرو، ولكن يا صديقي لست على حال أفضل من حالي، فأنا أعلم أنك آخر من بعث إلى الحسين بن علي كتاب البيعة والنصرة، وإن علم ابن زياد ومن معه بهذا السر الخطير ستلم بك الدواهي يا صاحبي، ثم إنك إن قصدت عبد الرحمن ستزداد الأوضاع سوءا من حولك، لأنه سوف يخبر الأمير بحمله كتابك إلى الحسين بن علي من قبل. ليس هذا وقت نبش الماضي، علينا بتدبر أمر الحاضر. ليس في الحاضر ما يكترث به، بل قل علينا بتدبر أمر الغد. إن لم نعثر على حنظلة سيلتبس علينا أمر الغد. قد أمرني الأمير بالقبض على حنظلة والفرسان الثلاثة الذين تنكروا بالسواد واستنقذوه من قبضتنا، أن أصلبهم جميعا في سوق الكوفة. آمل أن تقبض عليهم. سأظفر بهم، فأنا لست مثلك أبتز الناس فأستعديهم. لدي الكثير من الأصدقاء، من الأفضل بك أن تخشى على حالك. أنت على حق، فأنا لا مأوى لي ولا معين، وعلي أن أحفظ لنفسي مكانتي عند الأمير، وأنت من سيعينني على ذلك. افصح عما تضمره ايها الثعلب. كلانا يحتاج الى الاخر، سنغض الطرف عن بعضنا يا عمرو. انت ستسكت عن صداقتي مع ابي حنظله، وانا ساسكت عن كتابك وبيعتك للحسين. وماذا عن عبد الرحمن؟ سيفضح امري ان اجبر عليه. انه يتخبط في اوهامه منذ زمن، حائر بين ماضيه وحاضره، وقد حذرته. كن مطمئنا. وكيف لي بذلك وأنا لا أهنأ بنوم أبدا، ونهاري يسوده الظلام لشدة خشيتي وخوفي؟ هذا هو الشؤم الذي أعيشه أنا أيضا يا عمرو. الخليفة هو ظل الله على الأرض. أيها الناس اسمعوا وعوا، إنني سمعت من أبي وهو سيد من سادة مدحج، إنه قد سمع من رسول الله وهو يقول: من مات وليس في عنقه بيعة لخليفة زمانه مات ميتة الجاهلية. أتعلمون ماذا يعني هذا؟ أتعلمون؟ يعني أنه مات على دين غير دين الإسلام. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أصمت،
إنني أحذركم حذاري من الموت القادم إليكم. قوا أنفسكم سيوف وأسنة جيش الشام الذي يدنو منكم، فإن شققتم عصا الطاعة فقد اخترتم لأنفسكم وعشيرتكم الهلاك المحتوم. أيها الناس، هلموا اليوم إلى جامع الكوفة واقتدوا بالأمير عبيد الله بن زياد في صلاتكم، فإن كان إن شاء الله في ذلك أجراً سيكتب في صحيفة أعمالكم، وإن كان لا سمح الله في ذلك عقابا فهو عليه. احذر عيون ابن مرجانة فهم يتربصون تربص الأفعى. عبد الرحمن، وما أنت صانع؟ أولا ترافقني في اللحاق بابن بنت الرسول؟ ماذا أصابك يا أخي؟ أولا نكون في ركب الحق مع الحسين بن علي؟ ألا يجدر بنا إزهاق باطل بن مرجانة الذي أسكت صوت الحق بقتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة؟ لن أنسى سيل الكتب التي حملتها إلى الحسين من أهل الكوفة، وأسفي على جهل هؤلاء القوم إذ اتفقت كلمتهم على معاضدة عبيد الشيطان وخذلان ولي الرحمن. أسفي على تباطئي في حفظ عهدي لأبيك. هون عليك يا أخي، هذه ظلمة ستنقشع ببزوغ فجر قريب، لكني قلق على حياة هانية. لا تقلق عليها، سألحقها بك من طريق لا يعرفها أحد. أسأل الله لقاءك قريبا. علينا بالتعجيل في أن نكتب للحسين عما آلت إليه حال الكوفة. يجب أن نمنع ريحانة الرسول من القدوم إليها. لا ريب أن الحسين عالم بمصيره وهو راض لرضا الله سبحانه. حسنا، برأيك من هو أهل بحمل كتابنا يا أسماء؟ لم يبق في الكوفة بعد مسلم بن عقيل وهان بن عروة من يوثق به، والمختار مكبل بالحديد في سجن ابن مرجانة، فلم يبق أحد. عبد الرحمن هو الأفضل إن قبل، ليته يفعل. عبد الرحمن مشدوه بين الكتب التي حملها من قبل، وأنت أعلم بذلك منا. Thank you.
أما زلت تبحثين عن قابلة؟ إنك محقة، فالكوفة حبلى بالدواهي وليس لها قابلة غيرنا. اطمئني، ستضع حملها في قصر ابن زياد وفي طشت من ذهب، وستتعالى صيحاتها إلى السماء السابعة. ألديك من يشم شم الكلاب أم أنه غدر غادر يسكن دارنا؟ الكلب وفي لصاحبه في كل حال، إن كان يقظا أو سكرانا. تبا لك من عبد لا حياء له ولا كرامة إذ تغدر بضيفك في عقل دارك. ركبت عارا، صيرك كلبا عقورا لا أمل في وفائه. قيدوها بالحمار. ألا تخشون الجبار يا ظلمة؟ اتركوني اتركوني أيها الغدر، أيها الأبرار، اتركوني اتركوني أيها الغدر، اتركوني اتركوني. جرحك هذا ليس بقديم يا امرأة، إن كشفت عن سأنبئك بمرهمه وعلاجه. فلنذهب، هيا بنا. قلت ما اسم تلك المرأة؟ هانية، زوجة حنظلة. أما كان بوسعها إخبارنا بمخبأ زوجها؟ نعم، ولكن يا مولاي، ألم تلدك أمك في حضرة خنازير؟ نعم،
كما تقول يا مولاي. ألم تسقك من بول البعير وتطعمك من عوث الحمير؟ نعم أظنها فعلت. شلت يمينك قد أغضبك لعاب تلك الحسناء بدلا أن يسكرك. مولاي مولاي، كيف ستقبض على حنظلة وقد قطعت الطريق إليه؟ مولاي سأقبض عليه، سآتيك به أقسم لك. صح يا حمار، إن لم تأتني به إلى نهار الغد سآمر أن يسكب في حلقك صهر الحديد فتشوى أحشاؤك. كان صيدك بين يديك فأفلتته، تعسا لك من أعمق. مولاي أمهلني فقط، سأبحث عن حنطلة الكوفة شبرا شبرا وسآتيك به. هل أصاب سقاء الصفين صمم يمنعه عن سماع حتى أطفاله وهم يطلبون الماء؟ سقاء الصفين، سقاء الصفين، قد أصاب هذا السقاء عمى، صير النهار في عينيه ليلا أليل. الضارب في صفين كان رجل بصيرة ويقين، ما الذي ألم به حتى زلزل قلبه؟ لن يطول صبري على ما أصاب أمة محمد، هذه نار تلتهم روحي. هل أنت حزين على هانية؟ أم أنك تخشى الوقوع في شرك ابن مرجانة؟ بل حزني على حنظلة الذي ينتظرني الآن بين النخيل لأعود إليه وأنا أحمي زوجته. كم رجوت الله أن أكون رسول سعد ووفاء، لا رسول غدر وجفاء. ولما لم تخبرني أن حنظلة لائذ ببيتنا؟ وهل أخبرتني أنت أن هانية في بيت عدونا؟ وما يرتجى من رجل يدب دبيب النمل خشية أن يسمع منه صوت؟ لا شيء، لا شيء والله، فقلبي يتلظى نار جرح أصابه يوم جر جسدا كريمين في أزقة الكوفة. بحبال جهل الناس، إنهما كانا أمانة الحسين عندي، كيف لي الخلاص من ألمي؟ وصوت مسلم بن عقيل ووجه هانئ المتبسم لا يفارقان سمعي وبصري. هل كان علي أن أحمل كل هذه الهموم إلى قلب الحسين؟ وهل تقوى على حمل هذا الهم إلى حنظلة دون أن يموت بعد سماعه؟ كم رجوت الله أن أكون رسولا لا يتأخر عن القافلة. لكنني تأخرت، تأخرت، تأخرت يا عاتك. أسأل الله أن لا نتأخر، فإن قتلوا حنظلة ستموت هانية بعده. قد فات وقت وصول هانية، لقد تأخرت. لقد أحاط العسس بكل مكان،
ولا بد أنها حائرة في اختيار الطريق، وعتات ابن الحجاج لا يفوتهم شيء. اللعنة عليه إذ أسلم روحه إلى الشيطان. الكوفة كلها قد استعبدها الشيطان، أنسيتي؟ إنهم كانوا جندا في جيش علي يأتمون به في صلاتهم، واليوم يغدرون بابنه وينكرون بيعتهم له، متجاهلين يوما كان فيه علي يقيم معوج في أمة محمد. لا تهلك قبيلة إلا بعد فساد سادتها، فيضل عن طريق الهدى، ولا تضل قافلة طريقها إلا بعد سكرة فجور أصابت حاديها وجموح ضرب إبلها. أهل الكوفة قد ضلوا وقد كان فيهم علي أميرا، فكيف بهم الآن وقد تأمر عليهم أبناء الفجور وعمال أبناء الطلقاء؟ ليت أمي لم تلدني في زمن يسوده غدر الغدرة، ليتني شهدت زمن سيدي علي بن أبي طالب. لا أدري، والله لقد سئمت عيش هذا الزمن العجاف. لا فرق بين هذا الزمن وذاك، تمر الأيام إثر الأيام، وطوبى لمن اعتبر بقدر ما تركت على جبينه من أثر، ولكل زمن نصيبه من أهل الغدر. ألم يتفرق عن علي الوصي من كانوا أصحابا لمحمد النبي؟ واليوم ألا يتنكر لابن البتول من كانوا جندا لأخي الرسول؟ من والى عليا صار وحيدا، مصلوبا كان أو طليقا، سيدا كان أو عبدا، كما هو حال حنظلة الذي يصلب وقد أحيط به. جرح إثر جرح وألم إثر ألم. في الأمس قتل مسلم في أزقة الكوفة، واليوم يصلب حنظلة دون ناصر. تبا لمن سمع قتل مسلم، واليوم يغض الطرف عن قتل حنظلة. لا والله لن يكون، سنقض مضجع الكوفة إن اختارت النوم، إنه وقت الاختيار، إما موت في عز أو خلد في ذل. أخشى على هانية، لقد تأخرت. فلنذهب ونستعد، ستأتي. إن نجحنا في إنقاذ زوجها سنبعده عن الكوفة، ولا يكون لهانية مقام بها بعدها، ستكون في خطر محدق. نعم، سنخرجها لتلحق بزوجها. ما الذي جاء بك إليه في هذا الوقت يا عبد الرحمن؟ أريد أن أبوح لك بسر يا أخي. السر؟ أي سر هذا؟ لقد دفنت كتب وأسماء من كتبوا للحسين بن علي عند نخلة من نخيل أبي عامر، وأخشى أن يقصدني عبيد الله في طلب تلك الأسماء. وكيف يعرف أنك فعلت هذا؟ تعقل يا رجل، أنا رسول وأحمل الكتب، سيقصدوني لا ريب. حسنا، ولم لا تبوح لعبيد الله بتلك الأسماء بنفسك؟ ستثبت بذلك ولاءك وتكسب جائزة. أخشى
أخشى أن يزج بي في السجن إن كشفتها له لسكوتي فيما مضى. والآن ما أنت صانع؟ أريد حرق تلك الرقاع هذه الليلة، وأرجو منك مرافقتي. سألاقي حتفي إن أنا قصدت الخروج من الكوفة وحيدا، ورجال عبيد الله يعرفونك جيدا. 3000 دينار، لما سيحدق بي من خطر؟ سأدفع شريطة أن يكون هذا سرا بيننا. كن مطمئنا، سأقصد نخيل أبي عامر بعد ساعة. والآن اذهب، اذهب يا عبد الرحمن قبل أن يراك أحد. يا شيخ الماكرين، هل قصدتني بنبأ يستحق تركي مهجعي؟ نعم يا مولاي. إذن هات ما عندك. طلب عبد الرحمن مني أن أرافقه بعد ساعة في حرق كتب لأهل الكوفة كان سيحملها إلى الحسين. إلى أين؟ بين نخيل أبي عامر. ولماذا أنت؟ لأن رجال الأمير لن يعترضوا طريقي. وكم سيدفع لك؟ 3000 دينار. وكم تطلب منا أيها الثعلب؟ مولاي، ما أطلبه لن يعادل معشار كرمي، ولكن أرى أن تمهلوه حتى يسلمني الكتب، وبعدها افعلوا ما بدا لكم. لا أريد أن تكشف خيانتي يا مولاي. هذا ديدن من يقتات على النفاق. اصغ إلي يا هذا، في تلك الكتب نصرنا على الحسين بن علي، سنحسم أمره قبل أن نحاربه. مولاي، لا تحرمني رأفتك وكرامك. قد نلت رأفتي في امتناعي عن قتلك، فلولا ما وجدت في مروان من طاعة لأحرقت بيتك على رأسك يا هذا. قل لي، كيف غفلت عن لجوء هانية إلى بيتك؟ عما يتحدث الأمير؟ هل أعمى الله قلبك وبصرك معاً أيها العجوز؟ مروان، هانية، ما هذا الذي أسمع؟ سيفتح الله للأمير فتحا جديدا مع طلوع الشمس.
إذن ما الذي يحير الأمير؟ الدهاء سمة لا تفارق محيا الأمير أبدا، هذا ما يعلمه الجميع، لكنني أخشى على حياة الأمير، أخشى أن تكون مكيدة لاستدراج الأمير إلى النخيل والإيقاع به هناك. كثيراً ما قتل أهل الملك غدراً، والكوفة ملأ بالغادرين. أخشى أن يطلع الصبح على قصر الإمارة بنبأ تهتز له أركانه. أرى الأمير في حيرة من أمره. ألم يحن وقت ذهابي الأمير إلى مضجعه؟ لا بد من وأد الفتنة في مهدها. دار عبد الرحمن دار فتن، سأهدها على رأسه. يا أمير، نحن مستعدون لمداهمة نخيل أبي عامر، وننتظر نبأ وصول عبد الرحمن إليها. عليك أن تكون أكثر حذرا يا ابن الحجاج. سآتيك الليلة برأس عبد الرحمن يا مولاي، كن واثقا. أراك متعطشا لدمه يا هذا، أليس كذلك؟ مولاي، أنا مطيع لأوامرك. أريدك أن تأتيني بعبد الرحمن حياً. سمعاً وطاعة. ليخبرني بأسماء من كتبوا للحسين. أعلم أنك منهم، لكنه إن ذكر أسماء من بايعوا الحسين سأعفو عنك. إذن آتني به حياً وجائزتك ستكون صفحي عنك. سأفعل يا أمير. دع عنك الفكرة بحنظلة وفكر بعبد الرحمن، فأنا الآن أريد هذا الرجل، ففي يده مفتاح نصرنا على الحسين بن علي، أريده حيا. طاعة للأمير. مولاي، ألن يرافقنا الأمير إلى نخيل أبي عامر؟ لعلهم جاءوا في طلبنا. لا تحزن، سأتقدم نحوهم ليروني ويغيروا طريقهم، وأنت أسرع في إنجاز عملك.
السلام على الأمير وعلى عمرو بن الحجاج. فتشوا عنهما كل مكان، اقبضوا عليهما، اعثروا عليهما، هيا علي بهما. ماذا نفعل يا عبد الرحمن؟ سأمتطي جوادي لتهرب أنت متخفياً. دعني أرافقك. إن رأوني سينشغلون عنك يا حنظلة. أرى أن لا نفعل. افعل ما قلت لك. لم تخبرني عن هانية. رسول الكوفة لا يحمل أنباء سارة كعادته. أفصح عما لديك، أرحني يا أخي. هانية هي التي استنقذتك من جلادك. ماذا تقول يا رجل؟ قل لي يا أخي ماذا أصابها؟ Ha!
والدها الأمير عبيد الله بن زياد. إذن أبقي على نفسك حيا يا عبد الرحمن، ألقي سيفك وانجو بعيالك. لا تلقي بنفسك في موت محتوم، ترجل، ترجل عن جوادك، ترجل. أي لعين هذا الذي رماه؟ أردته حيا، حيا. هذا ليس عبد الرحمن، لقد خدعنا، كانت خدعة، ابحثوا عنه. أريد عبد الرحمن حيا، إن لم تأتوني به سأضرب أعناقكم جميعا. تحركوا. لكم من سفهاء، اللعنة عليكم. أحرقوا هذه الأحراش، أحرقوها، أحرقوها. على مهلكما، احذرا. اصلبوه حتى تأكله الدود والحشرات، خذوه. أيها الأمير، أيها الأمير، عفوك أيها الأمير، الرحمة أيها الأمير، أيها القذر، اللعنة عليك أيها الوغد، أيها الأمير، العفو، الرحمة أيها الأمير. آتني بعبد الرحمن أيها الكلب الوفي.
قد أزاح حنظلة الشك عن قلبي. أرجو الله أن يلحقه بنا. سقاء صفين قد ارتوى من الحق وسيلحق بركب الحسين. أنت من نبهتني إلى الحق يا عاتكة، فلك الفضل في ذلك. سأكون مطمئنا لرعايتك ولدي. كن رسول سعد يا عبد الرحمن، أسأل الله اللحاق بك. أستودعك الله. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان بك، واجلو باليقين عن قلوبنا غبرة الشك والحيرة والوساوس. سيدي يا أبا عبد الله، قد كتبنا إليك نسألك عطف الولي بمن ولاه. دعوناك إلى بلدنا لنشهد فيك تجلي عدل الإسلام بعد أن تجلى في أبيك، إذ كان والله القرآن الناطق والولي الصادق. أردنا أن نسلك بهديك طريق الهدى، فتكون لنا سفينة النجاة ونور الهداية في زمن تواترت علينا فيه الأباطيل. نؤمن أنك إمام الهدى، نؤمن أنك إمام الهدى، عالم بما منع وصول كتبنا إليك، وسيبقى لك ولاؤنا، ونحن لا نملك من أمرنا شيئا سوى القلوب الحرة والعيون العبرة. تعلم يا سيدنا ما منعنا من إيصال كتبنا، وتعلم أن أهل الغدر قد أحاطوا بنا وتكالبوا علينا طاعة لإمرة الضالين أبناء الضلال. وتعلم يا سيدي، تعلم أنهم لا يريدون أن تسير إلى مدينتنا، فإن سادتها قد أسكنوا في قلوبهم خوف الفجار بعد نسيانهم خوف الجبار، فضلوا بقومهم عن طريق الحق. الويل لهؤلاء الناس وأسيادهم، الويل لهؤلاء الناس الذين ائتمروا لإمرة الفاسقين. لن أنسى قولك فيهم: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. اللهم أرنا الحق حقا فننصره ببصائرنا قبل أسيافنا، ولتجلو به قلوبنا ولتحلق به أرواحنا في سماء العز بعبوديتك.